السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سماح دياب ودي قناتي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن منتجين بيتوصفوا الاغلب البنات دلوقتي على الجروبات، فحبيت اطلع اتكلم عنهم، ايه الكويس لكل بشرة وايه الوحش، وان كان المنتجات ديت اصلي او مضروبة. فقبل ما تشوف الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وتعملوا لايك. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن منتجات سيرافي. انا طبعا مش جايبه كل المنتجات، انا جبت المنتجين دول ودكتور كمان اللي قايل لي عليهم. يعني انا بشرتي مختلطه حساسه، فقال لي جيت في فتره يعني وقفت كل الغسولات عشان كان عندي احتكاك واحمرار في بشرتي وحبوب كانت بتطلع لي ومش عايزه تقف، فوقفت كل الغسولات اللي عندي. وقلت للدكتور كان في اللي هو بايوديرما او سيرافي، فقال سيرافي طبعا افضل، فجبت سيرافي. هو بقاله معايا دلوقتي تقريبا شهرين وما شاء الله العبوة فيها نصها. انا باخد نقطة بالظبط على شوية مية بيعمل فوم جامد وبعد كده بحطها على بشرتي. طبعا في هي سيرافي عشان فيها سيراميدات، السيراميدات تلاتة بيعالج او بيقوي البشرة زي ما بيقولوا، وفي نياسيناميد وفي فيتامينات وفيتامين اي وكذا. يعني المهم في المجمل هو كان ايه، هو المفروض ان هو البشرة الدهنية، طبعا هي لو البشرة دهنية وفيها حبوب هو مش هينضفها، مش هيعمل فيها اي حاجة، ان هو مش بينشف البشرة ودي اجمل حاجة فيه. يعني اما البشرة مختلطة بشرة حساسة، لا هو بجد الطف واحلى حاجة هي حصلت لي او استخدمتها من الغسولات، بجد بجد الطف حاجه يا جماعه، مفيش تنشيف للبشره، في نظافه. لو في حبوب تحت الجلد بيبدا يطل... ما بيطلعش حبوب بقى، هو لو في حبوب بيبدا ينشفها خالص وبالراحه ومن غير الم. كان تحفه 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 معايا بجد والله، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. لا هو ما شاء الله يعني الحمد لله كان احسن غسول استخدمته، وبالذات في الفتره اللي حاجز البشره عندي فيها اتدمر، كنتش متحمله اي حاجه. يعني المفروض بحط اي كريم مرطب اللي هو بيرطب بشرتي بيهديها بتاع، اي كريم كنت بحطه انا كنت بموت احمرار وحك. طب ما احطش حاجه جفاف شديد والتهاب في بشرتي وحبوب، فدوت كان الطف حاجه. يعني الحمد لله خفف المعاناه اللي انا كنت فيها من جفاف بشره او حبوب ظهرت بعد كده، وكان بينظف بشرتي بلطف من غير يعني من غير ما ينشفها بزياده. فالغسول تحفه. اما ده بقى، اما ده وبرده انا جبت الاثنين بقى لهم معايا شهرين، ده لسه فيه شويه بس ان انا بستخدمه لجسمي ما نفعش، برغم برده الدكتور كان قايل لي للبشره بس للاسف مش للبشره خالص. تمام. كان بيعمل لي حبوب صغيره كتير وما وبرده ما طلعتش شكوتي لوحدي، يعني انا كنت حابه ان ما فيهوش روايح، ان اي حاجه ما فيهاش روايح بشرتي بترتاح عليها جدا. اما دوت لا بقى يطلع لي حبوب كتيره، حبوب صغيره، في حرقان اول ما ابدا احطه على بشرتي اوقفه يومين ثلاثه والحبوب تبدا تنشف وارجع احطه تاني الاقي ايه ده حصل، اوقفه فضلت على الحال ده 3 4 مرات لما عرفت ان منه، وان اكتر من بنت او اكتر من حد اشتكى منه. طيب بقيت استخدمه، مش فيش حاجه تترمى يعني. فبقيت استخدمه لجسمي، يعني لوشن للجسم كويس مش وحش. طبعا ان كان ده او ده يا بنات هو مش الامريكي الاصلي للاسف، واكتشفت ده بعد كده. يعني اللي بينزل مصر واغلب الدول العربيه هو الفرنساوي، ما كنتش حابه اجيب حاجه من فرنسا يعني، او ما كنتش اجيب حاجه مهم ما حبيتش، يعني كنت فاكراه هو الامريكي اللي بينزل، بس طلع الامريكي الاصلي بيبقى عليه علامه كده في ار ودايره فوق حرف الاي، ده اللي انا شفته بعد كده على جوجل، فوق حرف الاي ده الامريكي الاصلي، بيبقى فيه زي ار كده صغيره وعلامه دايره، ده الامريكي. اما كل اللي في السوق فرنسي ومحدش عجبه لا ده ولا الكريم بتاعه، حتى الكريم بتاع السيرافي مش كويس، برضو ناس بتقول كويس و ناس كتير قالوا مش كويس اللي هو الفرنساوي. اما اللي كانوا جايبين دوت امريكي اصلي من دولة تانية او من بره جالهم كانوا بيشكروا فيه جدا جدا، حتى اصحاب البشرة الحساسة. لكن انا دوت لا للأسف. ودي كانت تجربتي مع منتجين سيراوي، يا رب تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله.